دي النقطة اللي يعني اللي كان بيتكلم عنها الأستاذ عماد الدين حسين، ويمكن أول النقاط ما يعني أنها ذات أهمية قصوى عندك. طيب احنا عنوانين واخدينها من منشطة الرئيس ان ده اجراء، يعني في حاجات النهارده اتكلم عنها الرئيس هي نقاط مركزيه، زي ما تحدث الاستاذ محمود، زي الوعي، دي نقطه مركزيه في كل احاديث الرئيس، وهي نقطه في غايه الاهميه. نمره ثلاثه الاشاعات، النهارده جزء كبير جدا من كلام الرئيس ايضا موجه للتصدي للاشاعات، ويبدو اننا للاسف الشديد بصدد حرب طويله مع، زي ما عندنا ارهاب مستمر عندنا اشاعات يبدو انها ستاخذ وقتا طويلا الى ان، وهي مرتبطه بالوعي. كلما كان لديك وعي اكبر عند الناس كلما كان حجم الاشاعات قليل، او على الاقل، لانه الرئيس النهارده قال تعبير مهم جدا، بيقول اذا كان الناس اللي بيطلقوا اشاعات يعني ناس شرانيين، فالاشر منهم هو الذي يصدق هذه الاشاعات. يعني لما انت تقول ان حد بيعمل تطعيم لناس عشان يبقوا عاقبين، حاجه غير قابله للتصور يعني. النقطة أنا أظن كمان في مسألة السكة الحديد النهارده رد على ما كان يقال عن إنه الدولة أو الرئيس كان ليهم موقف في فكرة الإنفاق على السكة الحديد، وإن هنجيب منين فلوس. الاجتزاء الذي تم لكلام الرئيس ذات يوم لما كان يتحدث مع وزير النقل السابق دكتور هشام عرفات، النهارده كان في الارقام اللي ذكرها محمود مسلم رد ايضا على ماذا تم انفاقه على السكه الحديد في الفتره الماضيه، وما سيتم انفاقه في الفتره. النقطه الثانيه نموذج، طبعا المشروعات الاسكانيه ده شيء مهم جدا، فكره انه هذه يتم تمويلها من عائد بيع الاراضي، نموذج كامل الوزير في السكه الحديد. إذا قدر يعني نتمنى بكل تأكيد، كان الوزير سجل نجاحات حقيقية في كل المهمات التي أسندت إليها، وأنا أتصور أنه هو النموذج الجيد الذي يفضله رئيس الجمهورية. الشخص الذي يتم تكليفه بإنجاز شيء محدد في وقت محدد وسريع وبينجزه بكفاءة. إذا يعني قدر لهذا الرجل أن يعيد يعني هيكلة وتطوير مرفق السكة الحديد، أنا أظن ده هتكون قصة نجاح حقيقية، وهي صعبة طبعا بأمانة عشان حتى لا يتصور أحد، لأنه تركة ثقيلة يعني. تركة ثقيلة منذ سنوات طويلة جدا، ومحتاج مش بس تطور، مش بس، لأن أنت ممكن تجيب أفضل الجرارات، أفضل العربات، أفضل الحاجات، لكن يبقى عندك نموذج العنصر البشري، العنصر بتاع الصاروخ الطائر دوت ينسف صاروخ الاستروكس بالظبط، ينسف كل ما فعلته، وبالتالي عليك يعني على الدولة أن يبقى عندها تصور كامل أنك أنت بتبني في الجزء الخاص بالبشر بالحجر والمعدات، وجزء تاني وهو إصلاح الإدارة نفسها، الكفاءات، أن أنت تضمن أن كل شخص موجود في مكانه بيشتغل شغل صحيح.